ودلوقتي جمعتنا مع الأخبار اللي هتحصل النهاردة، وأبرزها إطلاق قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة للكشف والعلاج مجانا في 10 محافظات. وكمان النهاردة منتخب مصر لكرة اليد هيواجه منتخب إسبانيا على ذهبية دورة ألعاب البحر المتوسط، وأخبار تانية هنعرفها من التقرير اللي جاي. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، هيتم إطلاق 10 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة للكشف والعلاج مجاناً في التخصصات الطبية المختلفة، واللي بتشمل النساء والولادة وخدمات تنظيم الأسرة والأطفال والبطنة والأنف والأذن والعظام والجراحة. القوافل دي هتخدم محافظات القاهرة والبحيرة والمنوفية والسويس ومطروح وقنا وبني سويف ودمياط وأسوان والمنيا. النهاردة هيقيم بيت المعمار المصري بدرب اللبانة التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية ندوة بعنوان أرواح في المدينة، ضمن فعاليات وزارة الثقافة للاحتفاء بالقاهرة عاصمة الثقافة في دول العالم الإسلامي. الندوة هتكون الساعة 6 بالليل، وبيتم تنظيمها بمناسبة الاحتفال بذكرى تأسيس مدينة القاهرة في 6 يوليو 969 ميلادية. النهاردة هتعقد رابطة الأندية المصرية المحترفة مؤتمر صحفي الساعة 3 العصر بأحد فنادق القاهرة للإعلان عن عدد من القرارات المهمة قبل مباراة نهائي كأس الرابطة المحدد ليها الخميس بين فيوتشر وغزل المحلة. النهاردة هيخوض منتخب مصر لكرة اليد مواجهة مهمة أمام أسبانيا في إطار نهائي دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط والمقامة في مدينة وهران الجزائرية. المباراة هتكون الساعة 5:30.